أين أنتما؟ أمرك مولاي، أمرك مولاي. أخبرني أين كنتما ولماذا تأخرتما هكذا؟ تفضل بأوامرك مولاي، ماذا علينا أن نفعل؟ الطاعة يا مولاي، يكفي فقط أن تصدر إلينا أوامرك. أسرع أيها الفاشلان باستدعاء العرافين. أمرك مطاع مولاي، أمرك مطاع مولاي. طوع أمرك يا مولاي. انصرفي، لقد رأيت حلما مزعجا بالأمس. لا يجب أن يرى سيدي حلما مزعجا. لابد أن لحلم مولاي تعبيرا مفرحا جدا. إن رؤيا مولاي مليئة بالورود والطيور واللحظات السعيدة. أطلب من مولاي الآن أن يسرد لنا ما شاهده في رؤيا الأمس. لقد حلمت بالأمس أنني أقف أمام نافذة غرفتي وأنني أصغي إلى أصوات الطيور الجميلة. كانت لحظات ممتعة جدا، إلى أن اقترب مني طير من بعيد وأوقع التاج من على رأسي إلى الأرض، ثم تركني وطار بعيدا عني. وفجأة أضاء نور عظيم في السماء، نور عظيم الوهج إلى حد كاد معه أن يذهب بنور بصري. وبعدها لم أرى الحديقة ولا الشمس أيضا. حسنا، هيا أخبروني الآن، لما لا تقولون شيئا؟ سيولد في أرض النمرود العظيم طفل، وسيكبر ذلك الطفل ويشب أكثر، وشيئا فشيئا يجمع من حوله الكثير من الأتباع ويقوم بالثورة على النمرود إلى أن يصل إلى إبادة عرشك. أيها الصنم الأعظم، احفظنا بجوارك آمنين، ولتساعد النمرود على الحفاظ على تاجه وعرشه. بالإذن. بالإذن. أصغوا إلى ما سأقول. منذ اليوم لا يحق لأي طفل أن يولد في أرضي، بل لا يحق لأي طفل بالعيش في أرضي. اقتلوهم جميعا واسجنوا النساء الحوامل، حتى إذا ما ولدنا أطفالا ذكورا اقضوا عليهم على الفور. هيا نفذوا الأمر الآن. أمرك مولاي، أمرك مولاي، حاضر. اقتلوهم جميعا ولا تتركوا منهم احدا حيا. هيا نفذوا، هيا. حاضر، امرك مولاي. في الحال يا مولاي. في الحال، امرك مولاي. انا اجدى، انهم يقتلون الاطفال. خبئوهم، انا اجدى. اهربوا، هيا اهربوا يا سيدة. هيا اهربوا. أرجوكم اتركونا. لا
تدعوهن يهربن أبدا، اقبضوا عليهن بسرعة. هيا توقف. إن أوامر النمرود العظيم تقول يجب عدم الإبقاء على أي طفل ذكر على قيد الحياة. لا يحق لأي طفل ذكر أن يولد أو يعيش في أرض النمرود العظيم. خذ. لا لا ولدي. كل طفل ذكر تجدونه في مملكتي اقتلوه. أبيدوهم جميعا وحذار الرأفة بأحدهم. آمركم برميهم جميعا في البحر ليكونوا طعاما للأسماك والتماسيح. إلى منزل جيراننا يا عزيزي، ينتظرون ولادة طفلهم عما قريب. أنستا أنستا توقفي يا سيدة، توقفي. أرجوك سيدتي ساعديني، يريدون أخذ طفلي مني ليقتلوني. توقفي، قلت لك توقفي. أمي أنا خائف جدا. هيا لنذهب يا عزيزي. مرحبا. مرحبا، هيا ادخلي بسرعة، أسرعي. إنهم يقتلون جميع الأطفال هنا، أنا خائفة جدا. أجل، وأنا قلق أيضا، ولهذا أفكر في نقلها إلى مكان آمن. إذن هيا أسرع، عليكم الرحيل بأسرع وقت، إنهم يبحثون في كل المنازل. حسنا، أشكرك على أي حال. من؟ إنها جارتنا وهي قلقة جدا، فالجنود يفتشون كل المنازل من شارع إلى آخر. يجب أن أبعدك من هنا كيفما كان وأن أوصلك إلى مكان آمن، فهم لا يرحمون. حياتك وحياة ذاك الطفل في خطر شديد، سنذهب إلى مكان لا يصل إليك هؤلاء. ما الذي تنوي فعله؟ فالجنود في كل مكان. لا تقلقي، سننتظر حتى حلول المساء، حين يخيم الظلام على المكان ننطلق. وفي الحال من هنا أسرعي. ماذا يجري؟ من هناك؟ إنه هناك، إنه يهرب. إلى أين تريد أن تهرب يا رجل؟ هيا
فلتتحمل المصاعب من أجل ابننا. لا تقلق علي أبدا، سأتحمل أي مشقة من أجل نجاة ابننا. إن كان المولود أنثى سأنقلك من هنا سريعا، ولكن إن رزقنا الله ابنا فعليك البقاء هنا حتى يكبر. لقد أمنت لكما كل شيء مسبقا. حسنا، والآن علي أن أعود وأتركك وحدك يا زوجتي العزيزة. برعاية الله. إنه ابني، كم هو جميل، إنه بجمال النجمة التي مرت بالسماء منذ لحظات. سوف نسميه إبراهيم. إبراهيم، إبراهيم يا بني. نعم أمي، أردت مني شيئا؟ لقد أصبحت شابا الآن، وقد حان الوقت لأن تنزل إلى المدينة وتعيش بين الناس. ولكن ليت أبي كان حيا يا أمي، لكان عند وصولنا إلى المدينة سيستقبلنا بنفسه. لا تحزن، أنت لست وحدك، أعدك بأنك ستحصل على أصدقاء كثيرين، وسأرسلك إلى عمك آذر لكي تتعلم حرفة أيضا. والآن لنذهب. أنت رجل سارق، يجب أن تعاقب. ولكني لم أفعل شيئا. لا لا. دعيني أذهب لمساعدته. لا دعيني، دعيني أرجوك، لم أفعل شيئا. ما هذا؟ انظر من عاد إلى المدينة يا بني. من الذي معك؟ وما الضوضاء التي يثيرها ضيفك؟ بل إنه صاحب المنزل. ألا تعلمين أنه ولدي إبراهيم؟ قلت إبراهيم سيدتي، ذاك الذي كان سيكون صديقي. إبراهيم، كنت أرغب كثيرا في رؤيتك. أصبح صديقين منذ الآن، سأخذه إلى عمي آذر ليتعلم صنعة. هيا أنزلني. لقد تأخرت اليوم مجددا. كنت قد ذهبت إلى خارج المدينة اليوم، فكما تعلم. انتبه لخطواتك يا إبراهيم. لا.
إبراهيم. أرأيت ماذا فعلت؟ سامحيني. عما لما تعبد الصنم الذي لا يسمع ولا يرى ولا يستطيع النطق أيضا؟ ما هذا الكلام الذي تتفوه به؟ أولست عابدا لآلهتنا يا إبراهيم؟ لا تكن عابدا للشيطان يا عماه، فإن الله الواحد على خلاف مع الشيطان. إن لم تكف عن مخالفة الآلهة ستحولك إلى صنم. آلهتكم ليست قديرة، فمصير الخلق كلهم بيد الله الواحد. أخشى عليك من غضب وسخط الله تعالى. لقد أصبحت من أعوان الشيطان يا عماه، احذر. وأنت أصبحت عدوا للآلهة، هيا ابتعد من هنا، لم أعد أطيق رؤيتك هنا. اذهب من هنا، أخرج هيا. اسمعني جيدا يا عماه، أنا أؤمن بالله الواحد ولا أعبد شيئا سواه. أخرج. أيها الفتى، يجب ألا تحدث عمك آذر بهذه الطريقة، فهو يصنع لنا أصناما، ولا تنسى بأننا جميعا نحبه ونحترمه كثيرا. ها أنا أبتعد عنكم وعن أصنامكم التي تعبدونها بدلا من الله الواحد، إنها مجرد أحجار وأخشاب وأنتم تعبدونها على أنها. ما هذا الذي تقوله؟ لقد وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، هو من عليكم عبادته. هذا يكفي يا إبراهيم، لقد أهنت آلهتنا بما يكفي، عليك أن تخشى غضبها. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يا رب، إنك ترى كيف أن القوم يحتفلون على جهل بعبادة الأصنام بفرح وتبجيل. إبراهيم، لما أتيت إلى هنا؟ ألن تذهب إلى الحفل؟ حقا إن هؤلاء القوم ضالون. كن مطمئنا، ستكون ليلة جميلة جدا. لقد تركوا عبادة الله الواحد وعبدوا أصناما لا يمكنها فعل شيء. لدينا حفل يا إبراهيم، نحن مدعوون إلى حفل. أولئك قوم جاهلون لا يفقهون إيحاءاتك، يجب عليهم عبادتك لأنك خالق الدنيا. الليلة هي ليلة احتفال، دع الكلام لوقت آخر. لقد نسوا أمر الله. ما بك يا إبراهيم؟ أكلمك ولا تسمعني، ولكن ألا تريد حضور الاحتفال معنا الليلة؟ لا رغبة لدي، اذهب أنت، لدي عمل مهم وعلي إنجازه. إذن أنا ذاهب، وافني فيما بعد. سوف أقوم بتحطيم هذه الأصنام الصماء وأنسفها في سبيلك يا رب. يا ويلي، أيها الناس
الناس هلموا إلي. أحدهم حطم الأصنام وهرب. هلموا إلي. لا، هذا أحدهم حطم الأصنام وهرب. لا لا، أيها الناس اسمعوني. النجدة، النجدة، أحدهم حطم الأصنام، سيهلكنا غضب الآلهة. أي بلاء نزل بنا؟ لا، من الذي تجرأ على تحطيم الأصنام؟ ترى ما الذي سيحل بنا الآن؟ أعرف أن غضب الآلهة سوف يحرقنا في النهاية. أجل، سيحرقنا غضب الآلهة، سيحرقنا، سيحرقنا. نعم. ماذا؟ حطم الأصنام، الويل لنا. حطموا الأصنام، لقد حطموا الأصنام. مولاي، لقد حطموا الأصنام كلها. ما الذي يجري يا أبلهان؟ مولاي، لقد حطموا الأصنام، حطموها. ما الذي أسمعه؟ من تجرأ على تحطيم الأصنام؟ أعلم من فعل هذا يا سيدي. لا يمكنها إلا أن تكون فعلة إبراهيم. سمعته بأذني يقول إنه سيحطم الأصنام ذات يوم. لقد فعلها يا سيدي. يجب أن يعاقب، يجب أن يعاقب، وإلا غضبت الآلهة منا. أجل، يجب أن يعاقب على فعلته كي لا يتجرأ أحد آخر على أصنامنا. أجل، يجب أن يعاقب. يجب أن يعاقب. يجب أن يعاقب ليكون عبرة لغيره. اهدأوا، لقد خطرت لي فكرة. يجب أن نحضره إلى هنا ونقوم بإعدامه في هذا المعبد كي لا يتجرأ. ولكنكم مخطئون. أنا أعرف من الذي حطم أصنامكم هذا. قل لنا من هو. تكلم. تكلم من هو. هيا تكلم. تكلم. إنها فعلة الصنم الأكبر هذا. انظروا، فالفأس لا تزال في يده. ماذا؟ هو من عليه أن يجيبكم، فلتسألوه وهو حتما سيخبركم لما حطم الأصنام. وهل الأصنام تنطق؟ ما الذي يقوله؟ هذا غير ممكن. ولكنك تعلم أن أصنامنا لا تنطق. إنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. إنها مجرد أصنام، أصنام. إذن لما تركتم الإله الواحد وتعبدون هذه الأصنام المصنوعة من الحجارة والخشب التي لا يمكنها فعل أي شيء؟ هي لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها. أجل، صحيح، صحيح. إن إبراهيم على حق. نعم، ربما يكون إبراهيم على حق. لا يمكنها أن تفعل شيئا. أجل، أجل، إن إبراهيم على حق في كل ما يقوله. إله إبراهيم يستطيع النطق، إنه يتحدث إلى إبراهيم. حدثنا يا إبراهيم بالمزيد، حدثنا عن إلهك هذا. أجل يا إبراهيم، حدثنا بالمزيد عن إلهك هذا. أخبروني، هل فكرتم حتى الآن ما الذي تعبدونه؟ أنتم تعبدون الأصنام التي صنعتها أيديكم، ونسيتم خالقكم الذي خلق السماوات والأرض. اعلموا أن الخشية منه وعبادته هما أفضل من كل شيء. هذا يكفي، بدأت تصيبنا بالضجر. قمت بتحطيم أصنامنا وتقف هنا وتتحدث عن إلهك. تمهلوا، هيا تمهلوا. بأمر من النمرود يجب أن يحرق من قام بتحطيم الأصنام بالنار بأسرع وقت. هذا الحكم سوف ينفذ دون أدنى تردد، وفي الحال وإلا فإنكم ستحرقون جميعا بنار غضب النمرود. والآن قولوا من الذي تجرأ على تحطيم آلهتنا. أسرعوا، أشيروا إليه. هيا، ذاك هو، إنه يقف هناك. هو من حطم أصنامنا يا سيدي. أنت إذن تقدم مني لأراه. يا ويلي، لما أخذت عكازي؟ أعدها إلي، ستنكسر، احذر. لقد قمت بتحطيم هذه الأصنام في سبيل الله الواحد، وهو من سيحفظني. ولكن ماذا تنتظرون؟ أسرعوا واقبضوا عليه بسرعة. يا ويلي، يا ويلي، عكازي، عكازي، لقد حطم لي عكازي، عكازي.
مسكين إبراهيم. لما يأخذونه؟ ها؟ أحضرناه يا مولاي. لماذا لا تركع تعظيما لي؟ أنا لا أركع أبدا إلا لله الواحد فقط. من ذاك الإله الذي تعرفه أقوى مني؟ فأنا القادر المطلق في هذه الأرض، إذن فلتحمدني. الحمد لا يليق إلا بالخالق الواحد وليس بشخص آخر. مال وأرواح أهل هذه البلاد بيدي أنا فقط، أنا وليس بيد شخص آخر. ولكن الرب الواحد هو مالك كل شيء وليس أنت. الرب الواحد، فهمت، إنه ذاك الذي خلق الجائعين والمتسولين. ما الذي تقوله؟ ومن هو هذا الإله الواحد؟ إن ربي هو الذي يحيي ويميت، وقد جعل لكل عمل عقابا وثوابا. في هذه الأرض أنا أحيي من أشاء وأميت من أشاء، مال وأرواح الجميع بيدي وليس بيد شخص آخر. إن الشمس تشرق بإذن ربها في كل يوم من المشرق وتغيب في المغرب، وإن كنت قادرا حقا فاجعل الشمس تطلع من المغرب وليس من المشرق. أتظن أنه قادر على فعل ذلك؟ إن طلوع الشمس من المغرب غير ممكن، والنمرود لا يمكنه فعل ذلك، إنه اختبار صعب بالنسبة إلى النمرود. إذا كان إلها حقا يجب أن يتمكن من هذا الأمر. ولكن ألم يقل إنه قادر على كل شيء؟ هو يقول إنه أقوى من الآلهة. لم أعد أريد سماع كلمة واحدة. أبعد هذا الوقح من أمامي، أخرجوه من هنا، لم أعد أرغب في رؤيته حتى لمرة واحدة. أعد لي هيكلا من الحطب، أريد رؤيته يحترق بتلك النار. هيا. يا رب إنك لتعلم بأنني فعلت كل ما في وسعي في سبيل رضاك. يا رب فلتعني على الاستمرار في أداء رسالتي مجددا، وأن أبلغ الناس رسالتك كاملة. إبراهيم لديك سيارة. تعال واعتذر من النمرود واطلب منه أن يعفو عنك، هذا لتنجو بحياتك. إن مصيري بيد الله، فأنا من حطمت الأصنام من أجله هو، وهو سيحفظني، لا تقلق يا صديقي أبدا. أجل بني، فعباد الله لن يتركوا سدى، أنا واثقة بأن الله. أعطني هذه لأرى، لا يحق لأحد هنا أن يحضر لسجين الطعام. بأمر من النمرود لا يحق له أن يأكل شيئا. هذا يكفي، وإلا فسآمر بأن تسجنوا معه. ألم تسمعوا ما قلت؟ هيا أسرعوا، أسرعوا بالخروج. أسرعوا، اجمعوا ما أمكنكم من حطب، هيا. أجل، أسرعوا واجمعوا الحطب، يجب أن نحرقه بالنار. أنت أيها العجوز، ماذا تنتظر؟ أسرع وضع تلك العصا التي بيدك مع باقي الحطب. لا لا، انتظر انتظر، ليست حطبا، إنها عكازي. يا ويلي، ماذا سأفعل الآن؟ عكازي عكازي، كيف سأسير؟ أسرعوا، هيا تحركوا، هيا تحركوا أكثر. هذه عكاز وليست حطبا. النمرود المعظم الأكبر يصل الآن. ما
شرفتنا يا مولاي. أهلا بك. مرحبا بك. أهلا بك. أسرع أيها الغبيان، ابدأ بالمراسم حالا، فقد بدأت أجر. أجل. حاضر يا مولاي. يا إسعاد، ارفع يدك عني. يا إبراهيم، اعتذر من النمرود قبل فوات الأوان كي تنجو بنفسك. لن أطلب المغفرة على ما فعلته من أحد، إن ربي هو من سيحفظني. ألقوا بهذا المتمرد في النار لأرى كيف سيحفظه إلهه. عليكم. أرأيتم أن إلهه غير قادر على مساعدته؟ أرأيتم كيف قبضت روحه وكيف أحرقته؟ ها؟ ها؟ ما هذا؟ انظروا أيها القوم، لقد تحولت ألسنة النار إلى حديقة أزهار. كنت واثقة بنجاته من النار. لا، هذا غير معقول، هذا غير معقول، غير معقول. كيف حدث هذا؟ هذا غير معقول، كيف حدث هذا؟ Thank you.
أين هي؟ وصلنا يا صديقي، هذه هي مدينة حراء. لا تقلق، مهما كان فقد مر بسلام. أنا أشكرك يا إبراهيم، أنت أنقذت حياتي. يا لهذه البلاد الكثيرة البركات، انظر إلى هذه الفاكهة النضرة والطازجة، لا ضير في شراء بعض التفاح. الأفضل أن نذهب لشرب بعض الماء، ما رأيك؟ صحيح، لأننا أتونا من مكان بعيد. تفضلا واشربا الماء المنعش. بسم الله. كلمة غريبة لم أسمع بها. أشعر بتعب شديد يا صديقي، الأفضل أن نذهب إلى هناك لنستريح. ما رأيك لو تناولنا تفاحة يا إبراهيم؟ تفضل. كم هذا رائع. بسم الله. دعني أرى ما أصاب قدمك. حسنا، لم تصب بشيء، فأنت ولد شجاع، يجب ألا تبكي على هذه الأشياء. والآن كل هذه التفاحة، خذها. شكرا لك، أنت رجل لطيف جدا. حين أدعو لك الليلة سأطلب من النجمة الكبرى أن ترسل إليك بدل التفاحة صندوق تفاح. أخبرني يا فتى، وهل أنتم تعبدون النجوم؟ أجل يا سيدي، بالتأكيد، وأنا كسائر أهل هذه البلدة الذين يعبدون النجوم أعبد النجوم أيضا. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. نحن بحاجة إلى أيها النجم الأكبر، تقبل منا هدايانا، أسرعوا وأحضروا أضاحيكم. إنني سأضحي بهذا من أجل النجم الأكبر، تقبله مني. هيا أنتما، لما لا تفعلان شيئا هناك؟ أسرعا إلى المعبد وأديا طقوس عبادة النجوم. قل لهذا الرجل، من الإله الذي نعبده؟ ذاك النجم اللامع هو ربي، ذاك هو ما أعبد. ماذا تعني بكلامك؟ ألم تقل على الدوام إن الخالق هو الله الواحد؟ اهدأ يا صديقي وستدرك ما عنيته عاجلا. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. أيها النجم الأكبر الذي بيدك مصائرنا، كن لنا عونا واطرح البركة في بلادنا، نحن بحاجة إلى العون منك. وبعد ذلك أفلت النجوم، ومن بعدها القمر، واستجابت كلها للدعوة،
وأعطت مكانها للشمس، ولكن القوم الضالين ظلوا على عبادتهم عاكفين إلى حين أفلت الشمس واستجابت للدعوة، ومن ثم هبط الليل بسكونه. أيها الناس، ها قد أفلت النجوم والشمس والقمر الواحد بعد الآخر وغربت، إذن لا يمكنها أن تكون إلهي. ومن هو إلهك؟ أين هو إلهك الذي تعبده؟ إن ربي لا يأفل في أي وقت، وهذه النجوم المؤقتة غير لائقة بالعبادة. أجل، فإله إبراهيم هو خالق كل هذه النجوم. أنت وصديقك ذاك لا علم لكما بقدرة آلهتنا الحقيقية، الويل لكما عندما تغضب منكما النجوم. أيها الناس، أنا أشمئز من كل ما تشركونه بعبادة الله الواحد. اسمع، لا يحق لك توجيه الإهانة لآلهتنا وأن تحقر مقامها. هل سألتم أنفسكم من قبل لما لا تستطيع آلهتكم ونجومكم منع نفسها من الأفول والغروب من السماء؟ يا كبير الكهنة، أجب عن سؤال الرجل. ولكني لم أفكر في ذلك من قبل. إن هذا الكلام سخيف، أنت لا يحق لك إهانة آلهتنا، سوف نقتلك. مهلا، لا تتسرع، علينا الإصغاء إلى كلام هذا الرجل، ربما يكون على حق. إن الشمس والقمر والنجوم من مخلوقات الله، وهو سبحانه خالق الليل والنهار وتوالي الفصول. آمنوا بالله، إن المؤمنين بالله هم في ظل رعايته، والله يهدي هؤلاء فيعيشون بأمن وسلام. لقد أمضى إبراهيم عليه السلام سنين طويلة من عمره في هداية عبدة الأوثان، وقد عانى الكثير من العذابات في هذا السبيل. وسارة ابنة خال إبراهيم كانت امرأة ذات مال كثير، وكانت امرأة عاقلة وعابدة لله. لقد تزوجها إبراهيم واختارها شريكة لحياته. أبتاه، هذه لك. جاءت الخالة سارة والعم إبراهيم وأحضر الطعام. كلوا يا أولاد. مرحبا يا خالة سارة. مرحبا عزيزتي. تعالوا معي يا أولاد، لقد أحضرت لكم الملابس، أرجو أن تعجبكم. نشكرك كثيرا. شكرا لك. منذ أن توفيت أمي وأنا لا أملك أي ملابس جديدة، ليت أمي كانت حية لتراني بهذه الملابس. لا تحزني أبدا يا أختاه، فالخالة سارة هي أمنا جميعا، أليس كذلك يا خالة؟ بالطبع كذلك يا أولادي. ومضت السنوات إلى أن حل عام الجفاف، وقد اندثرت المراعي والحيوانات عن الأرض، وهاجر إبراهيم وسارة إلى أرض مصر.
هيا تنحوا جانبا، ابتعدوا، هيا اهربوا جميعا، هيا سوف تقتلون، اهربوا جميعا، تنحوا جانبا، اسرعوا، اريد ان ارى استمروا في الطريق بسرعه، هيا اختفوا جميعا وافسحوا الطريق، تنحوا جانبا بسرعه، هيا لا اريد احدا في الطريق. هيا بسرعه قلت لكم، تنحوا جانبا، افسحوا الطريق، لا اريد ان ارى احدا في الطريق، هيا تنحوا جانبا، ابتعدوا عن طريقي، افسحوا الطريق. ساعدونا. ولكن ماذا يجري هنا يا ابراهيم؟ قلت لكم افسحوا الطريق، هيا بسرعه. ماذا تفعلان هنا؟ قلت افسحوا الطريق، هيا، الم تسمع ما قلت؟ هيا. والان ماذا علينا ان نفعل؟ سننتظر الى ان يمر فرعون وبعد ذلك نتابع مسيرنا. الفرعون سيمر، انظروا انه الفرعون، ها هو. اجل يبدو انه قد وصل، اجل يبدو انه قد وصل. هيا تنحوا جانبا. وانتما ايضا، قلت لكما تنحيا جانبا، هيا بسرعه. أيها الحارس تعال إلى هنا، انظر من تكون هذه المرأة، خذوها وانقلوها إلى قصري على الفور. علينا مغادرة المكان فورا. ذهبا من هنا، هيا الحقا بهما واقبضا عليهما، هيا بسرعة. الأفضل أن نسلك هذه الطريق، هيا. ظننت أنك تستطيع الهرب مني. يا رب أخرجنا من هذا الظلم. هيا أخبريني يا امرأة، ما قرابة هذا الرجل بك؟ إن قلت إنه زوجي سيقتلونه حتما، الأفضل أن أقول إنه أخي. لا تحزني يا سارة، إن الله معنا وهو سيحفظنا، تفائلي بالخير يا زوجتي. Mm-hmm.
نجنا من كيد الشيطان وشره. يدي يدي احترقت يدي مولاي. ماذا أصابك يا مولاي؟ ما الذي حصل لك يا مولاي؟ أخبرنا. اسمح لنا يا مولاي بأن نحضر لك طبيبا فورا. لا أظن أنني أحتاج إلى طبيب، فكل هذا بسبب هذا الرجل وهذه المرأة. الآن فهمت أنك زوج هذه المرأة. إن خلصتني من ألمي هذا فسأطلق سراحكما معا، وإلا فسأقتلكما. يدي لقد احترقت. يا رب إني مؤمن بلطفك ورحمتك، فكما جعلت النار بردا وسلاما علي أخرجني من هذا الظلم أيضا. يا رب فلتظهر عظيم قدرتك مرة ثانية ليدرك هذا الرجل عاقبة ذنبه. أيها الرجل فلتسامحني، فقد ارتكبت خطيئة كبرى. أنتما طليقان. اسم هذه المرأة هاجر، وهي أعز من كل الجواري لدي، وأنا أهبك إياها عربونا عن شكري وتقديري لك. يمكنكما أن تأخذاها معكما، ويمكنكما العيش في أرضي دون أن يمسكما أحد بسوء على الإطلاق. الحمد لك وحدك يا رب. انظري إلى هذه الفراشة الجميلة التي أمسكتها. أجل عزيزتي، فراشتك جميلة جدا، والآن ضعيها بهدوء فوق الزهور. يا خالة هاجر، هل يمكنني المجيء للعب في حديقتكم؟ فأنا أحبكم كثيرا. أجل عزيزتي، والعم إبراهيم والخالة سارة يحبانكم كثيرا، فقد قالا يمكنكم المجيء للعب هنا حينما تشاءون. إن هاجر امرأة لطيفة جدا، وتلك الطفلة أيضا لطيفة ومحبوبة جدا. منذ وقت طويل وأنا أريد مطالعتك بأمر مهم. أنا أعلم جيدا بأنك تحب الأطفال، ولكنني لا أستطيع الإنجاب لك مع الأسف. أنا حزينة لذلك كثيرا. ما هذا الذي تقولينه يا سارة؟ فأنت الزوجة المحببة، لقد كنت إلى جانبي في كل مراحل معاناتي، وأنا لا أشكو من أي شيء. أجل أعلم ذلك، ولكن لي رجاء واحد عندك. أريد منك أن تتزوج هاجر، وحين يولد لكما أبناء سوف يعم الفرح منزلنا. أنت امرأة متفانية يا سارة، وأنا ممتن لك كثيرا. ضميني إلى صدرك. ترهقي نفسك في العمل، دعيني أساعدك. لا يا سيدتي، هذا لطف كبير منك، كنت لطيفة جدا معي طوال هذه المدة، كنت جريتك. ولكنك ما هذا الذي تقولينه؟ فأنت صديقتي المحببة، والآن تعالي معي لأريك شيئا. أتعلمين أي زهرة جميلة قد نمت في هذا الطقس؟ إن ولادة ابنك العتيد كولادة هذه الزهرة ستجلب الفرح إلى منزلنا. موسيقى
سوف نسميه إسماعيل. إسماعيل بني، إسماعيل. أنت حزينة. أرجوك أخرج هاجر وابنها إسماعيل من هنا بأسرع ما يمكن. ولكن يا سارة، أنت التي قلت إننا لا ننجب أطفالا وطلبت مني أن أتزوج هاجر. أجل، هذا صحيح، ولكنني لا أحتمل هذا الآن. أبعدهما من هنا يا إبراهيم، أرجوك. يا إبراهيم، إن الله يأمرك بالهجرة مع هاجر وإسماعيل من هذه الأرض إلى مكان بعيد. وإلى أين أهاجر بهما؟ سر بهما إلى أرض آبائك الأولين، وستكونون تحت مراقبتي وإرشادي. اهدأ أيها الجواد. نور إرشادنا من هناك يا هاجر، علينا أن نتبع ذلك النور. أي نور؟ ماذا يوجد هناك؟ ما الذي تتحدث عنه يا إبراهيم؟ جبرائيل يا هاجر، أتحدث عن جبرائيل، هو الذي أرشدنا وأوصلنا إلى هنا، علينا السير خلف إرشاده ثانية. أثر لأي حياة. إلى أين نحن ذاهبون يا إبراهيم؟ هذه صحراء، وهذا طفل صغير لن يحتمل المسير. لا تناقش الأمر يا هاجر، إنما سفري بكما هذا هو بأمر من الله، وهو الذي سيهدينا إلى المكان الذي اختاره لنا. والآن علينا متابعة مسيرنا، لا تقلقي يا هاجر. أسرعي واقتربي إلى هنا يا هاجر، انتبهي لإسماعيل جيدا، احقضنيه إلى صدرك بقوة، هيا تعالي. Oh!
لا تخافي، أنا إلى جانبك. هيا. لم يعد لنور الهداية أثر، وهذا يعني أن علينا البقاء في هذا المكان. ماذا تقول يا إبراهيم؟ نبقى هنا في بطن هذا الجبل الحارق، ولكن لا يوجد شيء هنا. لا تفقد الأمل بالله يا هاجر، ليكن أملك برحمة الله. مشيئة الله هي أن تبقيا أنت وإسماعيل هنا وحدكما. علي العودة يا هاجر وتركك أنت وإسماعيل وحيدين. الذي تقوله يا إبراهيم؟ لم تبق لنا حتى قطرة ماء واحدة، سنموت من العطش. كيف تتركنا وحيدين دون ماء ولا طعام، ووسط كل هذه الأفاعي والعقارب القاتلة دون أي رعاية؟ أنا خائفة يا إبراهيم، لطالما كنت رهن مشيئة الله وما زلت كذلك. أنا واثق بأن لهذا الأمر حكمة ما. إذن بما أنها مشيئة الله فنحن أيضا سنقوم بالأمر نفسه الذي يريد. أنا أيضا مثلك مطيعة لأوامره. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أريد ماء فأنا أشعر بعطش شديد. أعلم أنك شديد بالعطش. أعلم. ماذا أفعل يا إلهي؟ ولدي يشعر بعطش شديد ولا يوجد ماء هنا، ساعدنا، لا تتركنا أرجو. الماء فيها أيضا إنها يابسة يابسة.
قريبة، علي التمكن من الوصول إليه. جريت 7 مرات بين الصفا والمروة، ولكنني لم أعثر على الماء. لا تفقد الأمل بالله يا هاجر، ليكن أملك برحمة الله. أيها الشيخ، توقف يا جواد. أوفيت يا شيخ، أين تقع أقرب واحة في هذه الصحراء؟ قطعنا مسيرا طويلا، وعلينا تزويد الجياد بالعلف والمياه، وعلينا الاستراحة قليلا. توجد قرية في الجوار خلف ذاك الجبل بالقرب من بئر زمزم. لم أفهم ماذا قلت. بالقرب من بئر زمزم؟ لم يسبق أن سمعت بهذا الاسم من قبل. أجل يا عزيزي، بئر زمزم وماؤها عذب جدا، فيها أعذب مياه في الدنيا. وببركة بئر زمزم، وببركة بئر زمزم، قامت على تلك البقعة قرية، وقد قامت قبيلة بني هجرم بالاستيطان هناك. وفي هذه السنوات حيث كان إبراهيم يعيش مع سارة، جاء الآن لزيارة أهله. مرحبا يا أبي. بني إسماعيل هو أعز ما لدى إبراهيم، ولا مجال للنقاش في ذلك.